انت عم تجي تقول انك مقاومة وانه في مشروع حصار على لبنان عم بيمنع قيام البلد لانك مقاومة وقوي بوجه اسرائيل لانه امريكا ما تحمي اسرائيل. طيب عظيم. السؤال هو هل في مشروع لحماية بلد من دون مشروع للبلد؟ هل اسرائيل والمقاومة هو هيدا الصراع يختصر بصراع مسلح بس على حدود؟ اكيد في جانب المسلح، ما في ولا قوة دفاعية بالعالم، حتى سويسرا المحايدة ما بتعمل قوة عسكرية على اعتبار معقول حدا يجي يخرق هو الحياد وده يكون قادر دافع عن حاله. في هذا الجانب ايه، بس وقت انت عندك بلد ما في مقومات الصمود باي معركة، ايش قولها معنا انه انا بقعد 30 سنة بدي اعمل هيدي المعركة وبدي دافع عن البلد، لا عندي مستشفى ولا عندي ملجأ ولا عندي طريق ولا عندي كهرباء. في ناس بيجي بيقول لك تعرف شو بلاقي القصة كلها، بعمل حالي وفيلم البلد من اساسه وبطل بدافع عنه.